تحية لكم وتحية أيضا للمشاهدين. أهلا بك. لا شك بأن في ظل التصعيد العسكري الصهيوني على لبنان، وحقيقة وصلت إلى حد حرب الإبادة ما بين يعني يقوم بها الجيش الإسرائيلي على اللبنانيين، تظهر وتبرز بين الفترة والأخرى أحاديث عن إمكانية إيجاد تسوية أو إيجاد وقف لإطلاق النار تحت هذا القصف. وبالتالي ونحن هناك يبدو أن هناك تسابق ما بين التصعيد العسكري القائم الآن وبين الحديث عن إمكانية تسوية هذا الصراع يبدو. لكن بالعموم الوقائع على الأرض والحديث الطرفين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة بأن الكلمة النهائية هي للميدان، هذا يعني أننا ما زلنا في مرحلة الحرب وما زالت أفق التسوية بعيدة المدى ولم تنضج بعد. لذلك هناك حديث عن أن هناك أن الطرف الأمريكي يعني جاد أو على الأقل الطرف الأمريكي وجه رسائل سلمها للرئيس نبيه بري، والرئيس نبيه بري متفائل بطبيعة. الرئيس نبيه بري تاريخيا هو رجل متفائل، لكن حتى اللحظة يعني تفاؤله غير مبني على وقائع اليوم لا أو أعتقد، رغبة من الطرف من حزب الله طالما هو صلة الوصل اليوم. لا أعتقد ذلك. أولا القرار العسكري هو القرار للميدان، والقرار الميدان الآن حتى اللحظة هو بيد حزب الله، وحزب الله يرفض ما تضمنته الشروط الإسرائيلية والورقة الأمريكية بأن يحق لإسرائيل أن تدخل في لبنان أو تضرب أهدافا في لبنان في حال وجدت خطرا لذلك. ثانيا أن القرار 1701 يتضمن القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله من داخل لبنان، وهذا ليس له علاقة بتل أبيب، وليس له يعني وليس المفروض أن تتدخل به تل أبيب. لذلك هناك حتى اللحظة اختلاط والأمور لم تنضج بعد لأي تسوية حقيقية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. يعني حتى الإسرائيليين سيد معروف يتحدثون بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال في لبنان، ولكن أيضا المبعوث الأمريكي عبر أيضا عن تفاؤله، يعني الإسرائيلي الأمريكي اللبناني الجميع يتحدث عن التفاؤل، ولكن في حال لم يستجد أي طارئ، عن أي طارئ يتحدثون طالما أساسا التصعيد غير متوقف؟ أولا التصعيد غير متوقف كما ذكرت، وكما أكرر القول بأن الكلمة للميدان، لكن أي إسرائيلي تحدث يعني هل هو من لوب الحاكم؟ يعني هناك إسرائيلي تحدث يعني أن وزير هناك الطاقة إمكانية الإسرائيلي للتوصل، مثلا تحدث عن ذلك. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد ونتنياهو أكد بأن الحرب ستستمر حتى القضاء على حزب الله، وبالتالي حزب الله ما زال يقاتل وما زال لديه القدرة على القتال، وحزب الله أيضا مصمم على الاستمرار في قتاله. لذلك لا يمكن أن نتحدث بناء على تصريح لوزير هام هناك أو مسؤول هنا أن نقول أنه متفائل. الأمريكان يدعون إلى وقف إطلاق النار حتى تكون المرحلة الانتقالية ما بين بايدن وما بين ترامب مرحلة هدوء، ونبيه بري كما ذكرت لك هو يعني يتحدث دائما متفائل، لكن الجانب صاحب القرار الحرب والسلم ليست هذه الأطراف. طيب التهدئة كما فهمت من حضرتك سيد معروف بالنسبة لإسرائيل مرهونة بالقضاء على قدرات حزب الله. حزب نعم. الله على ماذا يراهن اليوم؟ يعني وول ستريت جورنال اليوم ماذا قالت وول ستريت جورنال؟ قالت بأنه نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذ لم يقبل حزب الله وقف إطلاق النار. على ماذا يراهن اليوم حزب الله طالما في تقارير عديدة تتحدث عن تراجع قدرات حزب الله، وحتى إذا استمر لشهر أو شهرين بالتالي ولكن هو يضعف ميدانيا بحسب هذه التقارير، يعني بمعنى ما أو آخر هكذا تصف التقارير الوضع الميداني. دعينا نتحدث أولا على ماذا تراهن تل أبيب أو على ماذا يراهن نتنياهو. نتنياهو يراهن على مسألتين أساسيتين، أولا بأن استنزاف حزب الله وضعف قدراته بعد الضربات التي وجهت له منذ حوالي 54 يوما. المسألة الثانية يراهن على الأوضاع الداخلية اللبنانية وانهيار قيمة يعني الدولة التي لا يمكن لها أن تتحمل استنزاف النازحين إلى مسافة بعيدة. لكن على ماذا يراهن حزب الله؟ يراهن حزب الله على المسائل الدينية وبأن له بعدا دينيا، وأن الله وأن القدرة إلهية كما قال الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأن الله معنا فاليهود من معهم، وبالتالي هم يعتمدون على المسائل الدينية والبعد الديني والبعد الحسيني للصراع مع هذا العدو. منطقيا اليوم هل هذا يكفي؟ هل هذا منطق اليوم لا في لا لا الميدان؟ لا لا أنت سألتين على ماذا يراهن حزب الله، أنت تقول لي ما رأيك؟ ايه؟ أنا رأيي لا، هذا كلام يعني غير دقيق وهذا كلام لا يجني ثمرا، لكن عمليا هم يراهنون على ذلك ويشكل هذا البعد الديني دافعا للقتال وإلى جانب كل ذلك هم يعلمون جيدا بأن منذ أيام دخلت إيران على خط
العمل العسكري وتمسك واستلمت البنية العسكرية لحزب الله وأعادت هيكليتها، ولذلك نرى تصعيد حزب الله قويا خلال الأيام الماضية. إلى أي مدى يستطيع أن يتحمل حزب الله ويستمر في هذه الحرب؟ يعني هو دائما بتصريحاته يخرج ويقول نستطيع أن نستمر بالقتال لمدة أشهر. إلى أي حد فعلا يستطيع اليوم حزب الله الاستمرار بالقتال؟ وماذا يريد حقا اليوم حزب الله؟ بعيد عن أولا كل حزب الله يريد، الشعارات. أولا بعيد عن الشعارات، وأنا يعني هذه مسألة، الشعارات هي خارج مش من المنطق وخارج حضرتك، الواقع. بعيد عن ما تقوله أو يتحدث به حزب الله عن شعارات، مش حضرتك لا سينهار. حزب، أي عفوا، حزب الله دائما يعتمد على مسألة الحرب النفسية ما بينه وبين هذا العدو الإسرائيلي. ثانيا ماذا يريد حزب الله؟ حزب الله يريد مسألة أساسية، انسحاب إسرائيلي بدون قيد أو شرط من جنوب لبنان، تطبيق القرار 1701 بحيث أن لا يكون هناك إضافات على هذا الاتفاق، على هذا القرار الدولي. لكن عمليا حتى اللحظة يبدو أن يعني حزب الله يعلم جيدا بأن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار، لكن هو لا يريد الاستسلام. بحقيقة يمكن لي القول بجرأة بأن حزب الله يريد وقفا لإطلاق النار ويسعى لوقف إطلاق النار، ولكنه لا يريد الاستسلام للجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية، وخاصة لنتنياهو المتعنت والذي ينفذ حرب إبادة في غزة وفي لبنان. صحيح، 17/01 كان من الممكن تطبيقه قبل أساسا أن يدخل لبنان في هذه الموجة من القتال والتصعيد وحرب، قد تكون هناك حرب أوسع. طيب رح أرجع على مسألة وول ستريت جورنال التي تتحدث بأنه نتنياهو يخطط الدخول إلى العمق اللبناني إذا لم يتوقف حزب الله عن القتال. اليوم بسؤالي الأخير لحضرتك، فعليا إذا لم يتوقف القتال إلى أين يتجه لبنان أو المشهد في لبنان؟ هل من الممكن فعلا اليوم أن نرى اجتياح إسرائيلي إلى العمق اللبناني؟ لا أعتقد أن هناك اجتياحا إسرائيليا في المدى المنظور للبنان، وفي المرحلة الحالية وفي المدى حتى البعيد لا أعتقد أن إسرائيل تخطط لاحتلال لبنان. هناك إمكانية للتوغل إلى مسافات محددة لضرب الأنفاق وضرب البنية العسكرية القريبة من الحدود، لكن لا أحد يراهن بأن إسرائيل تسعى لاحتلال أو لاجتياح لبنان مرة أخرى كما فعلت في سنوات في حروب أخرى. لكن عمليا وهو يعني وإسرائيل تفكر بذلك، تراهن على أنها تهدد كما ذكرنا قبل قليل عن حزب الله، تراهن على المسألة النفسية لدى اللبنانيين ولدى الحكومة اللبنانية، وتعول ولا هذا العدو الإسرائيلي يعول على خلاف بين الحكومة اللبنانية وبين المقاومة الإسلامية في لبنان. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة، من بيروت الكاتب الصحفي عبد معروف، شكرا جزيلا لك.